ازيكم يا شباب؟ اخباركم عاملين ايه؟ احنا النهارده ميعادنا مع اول دروس التاريخ للصف الثاني الاعدادي. المنهج بتاعنا السنه دي بيتكلم عن او الوحده الاولى بالذات بيتكلم عن قصه النبي محمد. النهارده هنعرف العالم كان شكله ازاي قبل ما يجي النبي محمد. فبيقول في اول حاجه في المنهج عندي بيقول لي ان العالم زمان كان يسود الظلم والفساد في كل المجالات، كان كله ظلم، كان كله فساد، الناس بعدت عن ربنا. ومن هنا يجي لي سؤال يقول لي ان العالم كان محتاج مجيء النبي محمد. طب الاسباب بتاعته ايه؟ اتنين. اول واحد عشان يرشد الناس الى عباده الله الواحد، يرجع الناس تاني تعبد الله، وينشر بين الناس العدل والمساواه والتسامح والرحمه اللي في الوقت ده اتنسوا. الناس انتشر بينهم الظلم والفساد، ما كانش فيه عدل ومساواة وتسامح ورحمة، فكان لازم ينشر عدل ومساواة وتسامح والرحمة. ايه اهم الدول اللي كانت موجودة في الوقت ده؟ الدولة كانت موجودة في الوقت ده كان موجودين اربع دول اللي هم اكبر دول موجودة في الوقت ده: دولة الروم، دولة الفرس، الهند، شبه الجزيرة العربية. هناخد كل دولة كده معلومات بسيطة عنها. يعني الروم هي دولة كبيرة جدا، احتلت بلاد كتيرة جدا. اعطيني امثلة زي مصر وبلاد الشام على السنة دي، دول عربية اللي تبع المنهج بتاعنا. الناس دي كانوا بيدينوا بايه؟ قال لك كانوا يدينوا بالمسيحية. الدولة اللي زيها وكان حتى في عداء بينهم شديد اللي هي الفرس. الفرس دي كانت ديانتها الوثنية. احتلوا مين؟ قال لك احتلوا بلاد زي اليمن والعراق. في دولة زي الهند، الهند دي كسرت فيها العبادات. طب العبادات زي مين؟ زي البقر والزواحف. يبقى الهند ما كانوش بيعبدوا ربنا، كان بيعبدوا عبادات، كان يعبدوا بقر، يعبدوا زواحف. طب تعال نشوف الرابعة. الرابعة بقى شبه الجزيرة العربية، المكان اللي هيتولد فيه النبي محمد. في ناس تقولك لا، ده المعلومات اللي عندها ان شبه الجزيرة العربية دي عبارة عن منطقة كلها صحراء بدو، مفيش اي مظاهر حضارة. قالك لا، ده كان في قوم ناس عايشين عندهم حضارة عريقة وقديمة زي قوم عاد وقوم ثمود. مش كده بس، ده قامت في شبه الجزيرة العربية. شبه الجزيرة العربية مساحتها كبيرة، دول وممالك، ناس اختاروا ملك وحكموا، كان عندهم جيش، راح مقسمهم لك على حسب الاتجاهات. يعني عمل ناس في الجنوب، ممالك، أمثلة الممالك في الجنوب، أمثلة الممالك في الشمال، أمثلة الممالك في الغرب. اللي في الجنوب زي معين، سبأ، حمير. معين، سبأ، حمير، يهمني ابقى عارف المكان بتاعهم فين. في الشمال الغساسنة والحيرة، الغساسنة والحيرة. اما في الغرب مكة ويثرب، مكة ويثرب. يبقى في الكلمتين انهم حالا دول هو بيتكلم عن ايه؟ الدول اللي كانت بتحكم العالم في الوقت ده. فاحنا قلنا في امثلة الاربع دول كبار: الروم كان بيحكموا مصر والشام، وامثلة بلاد طبعا كتير بس اعطاك المثالين دول بس. كانت الديانة بتاعتهم الرسمية الديانة المسيحية، على عكس الفرس كانت ديانتهم الوثنية، واحتلوا بلاد كتير زي اليمن والعراق. الهند ما اعطانيش بلاد بس قال لك ان دولة بيعبدوا البقر والزواحف. شبه الجزيرة العربية قال لك ان دي مناطق كان فيها حضارات زي قوم عاد وثمود، وكان في ممالك. يهمني تبقى تفرق أمثلة القوم اللي كان عندهم حضارة وأمثلة الدول والممالك. دول الممالك قسمهم شمال، جنوب، غرب. شمال اتنين: الغساسنة والحيرة. تمام؟ أو الغساسنة والحيرة. أما الجنوب معين، سبأ، حمير. الغرب مكة ويثرب. طيب نكمل. الحياة الدينية هناك، هل شبه الجزيرة العربية كانوا عارفين ربنا؟ آه، كان عندهم أنبياء. إذا ربنا بعتهم أنبياء؟ قال لك آه، وعرفوا إن في حاجة اسمها ربنا، وعرفوا التوحيد والإيمان بالله. ليه؟ أو أمثلة زي مين الأنبياء؟ تقول لهم إن ربنا أرسلهم أنبياء زي نبي الله هود وصالح وإسماعيل وإبراهيم وشعيب. مش كده بس، قال لك إن كان في ديانات وعبادات منتشرة هناك، يعني كان في ديانات سماوية؟ آه، في ديانات سماوية. أول ديانة الديانة الحنيفية. الديانة الحنيفية هو دين سيدنا إبراهيم. سيدنا إبراهيم عاش فترة في شبه الجزيرة العربية، الناس آمنت بربنا عن طريقه وعرفوا ربنا. كان في المسيحية دين سيدنا عيسى.
وكان انتشارها قليل، ما كانش كتير هناك. اليهودية برضو كان دين سيدنا موسى، بس برضو انتشارها قليل. كان في عبادات، ودي بقى اللي انتشر اكتر، اللي هي عبادة الاصنام، انه كل قبيلة تعمل تمثال ويسموه اسم كده ويعبدوه ويقولوا ان هو ده اللي بيحميهم يعني. بس خلي بالك ان الحنيفية ظهرت قبل الاصنام، والناس كانت بتؤمن بالحنيفية ثم انحرفوا، يعني ايه؟ غيروا الديانة بتاعتهم بعد ما كانوا بيعبدوا ربنا عن طريق سيدنا ابراهيم اللي علمهم ان ربنا موجود وان بيعبدوه. لا، انحرفوا ايه؟ ابتدوا يعبدوا الاصنام. كان في عدد قليل استمر عبادة الحنفية، لكن الاصنام انتشرت والناس تمام نسيت ربنا. فقال لك انتشرت عبادة الاصنام بعد ظهور الديانة مين؟ الحنفية. تمام، نكمل. الحياة السياسية، هل كل شبه الجزيرة العربية عن دول؟ ما انت قلت لي حالا في دول وفي ممالك وكان اقاوم. لا، شبه الجزيرة العربية كانت كبيرة، في دول في ممالك، بس مش كل الناس. النظام اللي كان ساد اسمه النظام القبلي. ايه النظام القبلي ده؟ قال لك ده النظام هو السائد. يعني هو السائد يعني منتشر. فكانت كل شبه الجزيرة العربية عبارة عن قبائل، وكل قبيلة تختار راجل كبير منها يسموه شيخ القبيلة، هو اللي بيحكمها، ولكل قبيلة قانون، وهم الراجل ده مسؤول عن ان ينفذ القانون. فكان كل واحد في القبيلة دي عارف حقوقه وعارف واجباته وليه قانون بيحدد الموضوع ده. اشهر القبائل اللي كانت موجودة في شبه الجزيرة العربية قبيلة قريش اللي في مكة. يبقى في الحياة السياسية لما يقول لي بما تفسر، كان النظام القبلي هو النظام السائد، او لان شبه الجزيرة العربية كانت عبارة عن قبائل متفرقة، ولكل قبيلة شيخ يحكمها يحدد الحقوق والواجبات، في قانون يحدد الحقوق والواجبات. ماشي، اشهر قبائل قبيلة قريش اللي في مكة. طيب تعال نخش على الحالة الاقتصادية. ايه الحالة الاقتصادية؟ الحالة الاقتصادية يعني الشغل، الناس بتشتغل ايه؟ اكتر شغلانة كانت منتشرة الرعي. فيقول لك الرعي دي الحرفة السائدة المنتشرة. طيب اتنين، الزراعة، بس الزراعة دي كانت قليلة. ليه؟ مفيش مطر. التالتة، الصناعة. عرفوا صناعة؟ كان في صناعة، مثل السيوف والرماح، مهمة قوي دي. يبقى امثلة الصناعات كانت موجودة قبل مجيء النبي محمد السيوف والرماح. أما للتجارة بقى، قال لك لا، دي أهل مكة كانوا أكتر ناس بيشتغلوا بالتجارة. التجارة دي كانت أكتر شغلانة تجيب فلوس. الرعي منتشرة، لكن كبار البلد هم اللي شغالين في التجارة. أشهر ناس في العمل في التجارة أهل مكة. ليه؟ سؤال بالمتفسر ده مهم جدا. قال لك ببساطة كده، لأنهم قاموا بتنظيم رحلتين. كان أهل مكة بيعملوا مش رحلة واحدة، ده القبيلة لما كانت بتعمل رحلة لا، قال لك أهل مكة دول رحلتين، رحلة في الشتاء ورحلة في الصيف. الشتاء فين؟ يروحوا اليمن عشان الجو ده في هناك، في قضي الشتاء هناك. في الصيف، الصيف حرف، يروحوا لبلاد الشام، جو حلو وهواء حلو، يبيعوا منتجاتهم ويقضوا الصيف هناك ويرجعوا منتجات بلاد الشام ويكسبوا فلوس. فهي اكتر مهنة كانت ليها مكانة عند اهل مكة بالذات التجارة. فيقول لك كان اهل مكة اكثر سكان شبه الجزيرة العربية مكانة تجارية، هم اكتر ناس شغالين بالتجارة. طيب نكمل. الحالة الثقافية، الحالة الثقافية اشتهر العرب بحاجتين، الشعر والخطابة. ايه ده؟ يعني الناس دي مش جهلة؟ لا مش جهلة، ده عندهم قدرة حفظ رهيبة، وحافظين قصائد ويقدروا الشعراء ويدوهم اموال، وكان بيبقى فيه منافسات. ايه ده منافسات ازاي؟ كان يستنوا كده ان يبقى فيه سوق ولا حاجة، ويجي راجل شاعر واحد تاني شاعر ويعملوا مسابقة، وكان ممكن الشاعر يبقى قاعد ويقول الشعر، الناس تتلم عليه، اللي يسمع الشعر ويعجبه يرمي له فلوس، يدي له فلوس كتقديرا للشعر بتاعه. اشهر الاسواق اللي كان فيها الشعر وخطابة سوق عقاظ وسوق ذي المجاز. سوق عقاظ وسوق ذي المجاز. اشهر شاعر موجود في الوقت ده النابغة الزبياني. يبقى حالة ثقافية اشتهر العرب، اكمل، اشتهر العرب بنقط ونقط في الحياة الثقافية.
الخطابة والشعر، كانت لها أسواق مخصصة مثل دكتور عكاظ وزير المجاز، أشهر الشعراء النابغة الزبياني. طب الأسواق ليه كانت لها أهمية كبيرة؟ أو يجي لك سؤال تاني يقول لك بما تفسر لم تكن لم تقتصر الأسواق على التجارة فقط، تقول لأنها كانت ميدان، يعني ميدان مكان يتجمع فيه الشعراء كده والخطباء ويقعدوا يتنافسوا مع بعض، ما هم عايزين ناس تبقى كتير هناك عشان يقولوا الشعر والناس تتلم عليهم وتديهم الأموال تقديرا لهم، فهي كانت ميدان لتنافس الشعراء والخطباء وليست للتجارة فقط. يبقى فهمنا كده الحياة الثقافية ماشية ازاي. بكده نكون خلصنا الدرس بتاعنا، ذاكروا كويس ولو في أي سؤال احنا مع بعضينا. شكرا ليكم.